مساء الخير أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في برنامجنا مصر الوطن. أتمنى نكون نقطة أمل وضوء لإظهار الحقيقة وحل المشاكل. مشكلتنا النهاردة عن التقصير وغياب الضمير وعدم الإحساس بالمسؤولية. معنا النهاردة ضحايا شركات الاستثمار العقاري الوهمية اللي استغلوا أحداث 2011 عشان تقوم بالنصب على عملائها. معنا طبعا الضيوف، معنا دكتور طارق همام والدكتور إبراهيم غندر. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بك. في البدايه كنت عايز اسال حضرتك، ايه سبب اختيار الشركه دي بعدها؟ يعني الشركه دي حضرتك في 2013 لقينا اعلانات في الجرايد وعلى الصفحات مع الفيس ان هي بتقدم شاليهات باسعار متميزه وبشكل جمالي محترم، فاتقدمنا لها على اساس نحجز معاها شاليهات وفيلل. انا حجزت دوبلكس عندهم من 2013 في شهر 5 على اساس ان انا استلم في 2015 شهر 5، ومده مهله 6 اشهر على اساس ان احنا نستلم الشاليه او الفيلا كامله. طبعا. لحد دلوقتي من 2015 لحد دلوقتي 5 سنين ونص ما فيش الكلام ده. دفعنا كل الاقساط اللي عندنا اللي علينا، ودفعت كمان جزء من العدادات، ورغم ذلك مفيش استلام. حضرتك الخط بتاعنا بتاع الشاليهات والفيلل بتاعتنا تعتبر عامله زي المساكن الشعبيه، ما فيهاش اي حاجه، ما فيهاش اي حياه لحد دلوقتي، ما فيهاش اي حياه. طب يعني حضرتك انت استلمتها وشفت ان ما فيهاش اي حياه ولا لحد دلوقتي مفيش استلام؟ وحضرتك برضو نفس ما فيش استلام للاسف، ما فيش المرافق الاساسيه، يعني الصرف الصحي ما كملش، المايه ما دخلتش خالص، الكهرباء ما دخلتش خالص. طب عرفتوا ده منين؟ ما احنا بتابع. انا بروح من متابعتي اصلا، لان حضرتك انا استلمت مع الملاك لما انا متعاقد 8/2014. المفروض استلم 8 بقالي بسنتين ونص 3 سنين، 8/2017. بقالي 6 شهور رحت الموقع ما فيهوش اي حاجه خالص. طب انتوا رجعتوا للشركه سالتوها؟ رجعنا الشكر، عملنا حوارات وعملنا اجتماعات، والملاك كلهم معظمنا دفعنا مقدمات، يعني انا عن نفسي دافع، دكتور ابراهيم مثلا دافع العداد، انا دافع لمده سنه مقدم، واتفقنا ان احنا ندفع 10 10 10 على اساس نساعد الشركه، الشركه بتقول لك ما عنديش سيوله. طب الفلوس اللي احنا دفعناها راحت فين؟ يعني انت لو تشوف المنظر حضرتك يعني غير ما يستحملش ادم الادمي. انا مثلا يعني ناس عندنا دكاتره ومهندسين وفي الجيش وفي الشرطه. هي اللي انا عارفه ان هي الشركه اسمها وندرلاند، شركه جيبكو وندرلاند في عباس العقاد. بس هي الفيلل والشاليهات اللي حضرتك واخدينها في راس سدر. راس سدر وندر ده العباس ده الاداره، القريه في وندرلاند. طب حضرتكم ما خدتوش اي اجراءات قانونيه عشان تاخدوا حقكم او تثبتوا حقكم؟ هم الشركه كانت وعود 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 وعود، وعملنا اجتماعات كتير جدا، وكنا معظم الملاك دفعت مقدما، حتى في الملاك دفعت ولسه يعني اسف السقف ما اتحطش ولا العميد، يعني العماره 3 ادوار، في ملاك دفعوا كامل المبلغ وما تبنهمش حتى الاساسيات. فبقى المرافق الصحيه ما دخلتش، دخلت بس لسه ما كملتش، الميه ما دخلتش، الكهرباء ما دخلتش، ولا تعالى استلم. طب نستلم ازاي؟ يعني حتى غير مطابق للشروط اللي احنا تعاقدنا معاهم، مدونا كتالوج ومدينا عقود غير مطابقه ادميا، يعني مع كل الاحترام والتقدير احنا ما لناش في، لو شفت الفيديو حضرتك مش منطق خالص. هل يعقل احنا في زمن 2020 هاخد شاليه من غير مرافق؟ بالاضافه البنيه الاساسيه التحتيه للقريه مش موجوده. وحضرتك اللي انا اعرفه ان حضرتك عملنا شكاوي، عملت شكاوي للسيد رئيس الجمهوريه والسيد رئيس الوزراء ووزير السياحه ومفيش اي نتيجه، والتنميه السياحيه لا، في حاجات اتحولت لحمايه المستهلك، وفي اجراءات عندهم بس هي يعني مش عارفين هم عملوا معاهم ايه لحد دلوقتي، ولا حد رد علينا، ومفيش حد بيرد علينا، يعني لحد دلوقتي مفيش حد بيرد علينا رد جازم. رحنا الهيئه التنميه السياحيه اللي هي الاونر بتاعتهم، اللي هي المفروض متعاقده او هي المراقبه لموضوع القرى السياحيه، لان هي اللي بتاخد منهم يعني بتديهم الاراضي يستثمروا فيها. فروحنا هناك قال لك لا احنا ما لناش اي سلطه عليهم. قلت لهم ازاي؟ امال نروح لمين؟ قال لك احنا السلطه بتاعتنا الوحيده اللي عليهم ان احنا نحصل الاقساط نشوف شروط البناء بس، ده اللي عليهم. لكن حقوقكم انتوا كملاك معاهم دي حقوق مدنيه بينك وبينهم. قلت له ازاي؟ يعني انت بتديهم الارض مد خام ان هم ياخدوا من الناس فلوسهم وفي الاخر ما يسلموش، وفي الاخر الناس تفضل قاعده كده ومفيش اي رقابه ولا في لازم نعرف مين الضابط بتاعكم، الضابط للكلام دوت عشان ناخد حقوقنا. نروح لمين؟ ما حدش راضي يرد علينا خالص. فاحنا دلوقتي عايزين يعني نعمل استغاثه لاي حد موجود في الدوله يقدر يساعدنا.
استثماراتنا دلوقتي كملاك راحت مش لاقيينها. دلوقتي هاي. حضرتك بيجي يسلم الشاليه، عايز يسلم الشاليه على ترانش ب 2020، احنا هنستلم شاليهات في قريه سياحيه على ترانشات، مسلم شاليهات على ترانشات، ينفع الكلام ده؟ ترانش سحب على المبنى ووقع، كان هيقع. فقصه قصه مش محدش عارف فيه ايه، ومين يقدر يحاسب الناس دي؟ مش عارف. طيب في 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 محاضر، في عملنا محاضر وعملنا شكاوي وبرضه ما في اوراق معاكم تثبت ان انتوا عملتوا الاستغاثات والمحاضر والاستغاثات وما فيش اي نتيجه خالص. طب لحد دلوقتي استاذنك ممكن نشوفها ونعرضها برضه للمشاهدين. بص حضرتك دي شكل الشكوى لهيئه التنميه السياحيه، ودي نزلت في جريده الجمهوريه تاريخ 11/11. يا ريت نعرضها بس يا جماعه. الدنيا وفيها العجائب، شركة كبرى تبني شاليهات سياحية للبوم والغربان، الملاك استغلوا أحداث 2011 وباعوا لنا الوهم. دي جريدة الجمهورية ب 11/11/2020، وده شكوى دي شكوى استغاثة لهيئة التنمية السياحية، ومكتوب فيها مقدمة لسيادتكم مجموعة من ملاك قرية وندرلاند حرف الكي بمدينة رأس سدر محافظة جنوب سيناء والمملوكة لشركة إيجيبكو الكائن مقرها مش هنتكلم ضد فلان الفلاني. موضوع الشكوى، قرية وندرلاند أنشئت عام 1998 حيث تم تخصيص الأرض في عام 96 وأنشئت تصميمات هندسية منها فلل وقصور وأراضي وحدائق شاسعة وفندق سياحي. يعني حضرتك أنت عملت سلمتها لمين الاستغاثة دي؟ حضرتك الهيئه التنميه السياحيه، الهيئه العامه للتنميه السياحيه. وهنا الهيئه العامه للتنميه السياحيه قالت لحضرتك ان هي مش مسؤوله عن الكلام ده، هي مسؤوله بس عن ان هي تتمم على اجراءات الملاك، ما حدش مسؤول عنها. اوكي، طب ما هي دلوقتي حضرتك بتقول ان ما فيش صرف صحي وما فيش الكلام ده، طب ما ده اتمام بنا كلمناهم. حلوه في النقطه دي. طب ليه ما قال لك الغى للقضاء؟ الجا للقضاء ولجأت للقضاء ولا ما احنا عبنا بدانا نلمح محاضر، لان هم الشركه كذا مره يعوضونا وفي الاخر قال لك احنا معناش سيوله، ما عندهمش سيوله. من 2000 احنا قاعدين من 2013 اجتماعات كل الملاك، وندفع ندفع لغايه بقول لك في ناس سددت ثمن الشهاد بالكامل، وحتى يمكن العماره ثلاث ادوار ما عملوش، بعض الادوار ما لسه ما كملتش، وحضرتك موجود في الفيديو انه موجود ان احنا استلمنا حضرتك. طب يعني انا عايزه اعرف طلباتكم ايه من المسؤولين دلوقتي؟ احنا عايزين نروح لمين عشان صوتكم يوصل للناس؟ حضرتك احنا نروح لمين عشان يسلمنا الحاجه بتاعتنا اللي ليه شاليه يستلمه؟ طيب استاذن حضرتك بس كده، معانا مداخله مهندس محمود الفرماوي برضو احد المتضررين من الشركه. ايوه يا فندم. الو. ايوه يا فندم، مساء الخير. مساء النور. اتفضلي يا فندم. اتفضل حضرتك. ربنا يخليك يا رب. بخصوص شركه وندرلاند، احنا اشترينا شاليهات وتعاقدنا عليها ومنتظمين في السداد وبندفع اقساطنا قبل موعدها بسنه، والشركه لم تلتزم باي شيء اتعهدت بيه قدامنا، وبقالنا سنه انا نفسي متاخر بقالي سنه حضرتك، مفيش اي معاونه من الشركه، والشركه اهملتنا تماما. طب يعني هو انتوا ليه مستنيين كل السنين دي؟ ليه ما بداتوش من بدري؟ والله مش مستنيين يا فندم، احنا بقالنا سنه وبنتحايل عليهم ما حضرتك بقالك سنه والدكتور بقاله كام سنه فانت بتتكلموا ان انتوا متاخرين قوي في ان انتوا تتخذوا اجراء. كنا بناخد الشركه، بنتعامل مع الشركه بالطرق الوديه، ان احنا بنحاول نتواصل مع المسؤولين في الشركه، انتوا متاخرين علينا، انتوا بتاع الكلام ده مفيش فايده. لما زهقنا حضرتك، يعني انا شاري شاليه عشان اعيش، عشان الاقي حاجه كويسه، للاسف واخد بقى حضرتك. أيوة. ما في الشركه، ما فيش اي تعاون، لما زهقنا مش عارفين نعمل ايه، فلوسنا راحت فين مش عارفين. شكرا يا فندم، اشكرك. طيب يعني انا برضه عايزه يعني اسال سؤال، احنا ك ك ك ك كناس عايزين نشتري شاليه في مكان معين وبتاع، هل فعلا الفيسبوك والسوشيال ميديا بقى هو ده دلوقتي الدعايه اللي احنا ممكن نثق فيها ونقوم رايحين دافعين ملايين ودافعين فلوس عشان خاطر في الاخر تبقى حاجه وهميه؟ صحيح. ما حضرتك الشركات بتعمل الدعايه فين؟ لا اما فيسبوك، لا اما جرايد حكوميه، لا اما تلفزيون. بس لما انا لا اعتقد يعني انا ما اعرفش، بس بعدين رحت سالت في الهيئه التنميه السياحيه الشركه دي وضعها، قالت لك دي الارض دي ملكها وتمام وكله تمام، رحنا تعاقدنا معاها. يعني هي فعلا واخده ارض من الهيئه التنميه السياحيه،
بس ما فيش قانون يجبر الشركه ان هي تسلم الملاك، يعني الملاك دول ما هي دي المشكله و... ان ازاي ما فيش قانون يحمي المستهلك او يحمي المواطن العادي اللي بيشتري في مكان، ازاي ما فيش قانون لده؟ حضرتك ده اللي انا مستغربه جدا. في كذا مرحله، احنا برضو لما رحنا كان في كذا في مرحلتين تسلموا وكانوا بيعملوا في اللاندسكيب وكلام من ده، حتى هذه اللحظه المرحله الاولى والمرحله الثانيه اللاندسكيب ما كملش في القريه، طرق غير ما فيش رصف، يعني الطرق حتى اللاندسكيب مش مكتمل في القريه من 2010 2011، الطرق مش مستويه، يعني طب احنا هنعمل ايه؟ احنا نلجا بقى نلجا للمسؤولين او نلجا للرئيس بقى يعني. تمام طبعا. احنا بس عايزين بس نقول للساده المشاهدين ان الشركه ليها طبعا حق الرد على الكلام ده، وان الكلام طبعا على مسؤولياتكم طبعا. لان حضراتكم انتوا اللي قدمتوا الشكوى والشركه برضو ليها حق الرد انها ترد على الكلام ده وتقول اذا كان في اسباب اخرى او انه او ان كان ممكن ان احنا ممكن نحل المشكله دي ونشوف يعني حضرتك يعني دي معانا عقود، معانا عقود وموثقين في الصحه وتوقيع ودافعين مقدم، يعني احنا كملاك معظم الملاك انا خلصت فلوسي ده خلص فلوسه انا خلصت دفع فلوس العدادات حضرتك واحد دفع العدادات فاضل ايه؟ وعرضنا عليهم يعني انا ومجموعه من الملاك، انا مسكت المشروع كان التراب والشركه ده عارفه ايوه وجمعت المملكه عايزين كذا خدوا عايزين كذا عايزين خدوا وعود 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 وفي الاخر بقى لما وصلنا قال لك ما فيهاش فلوس، يعني طب فين فلوسنا؟ يقول لك ما تسالش يعني هو ده تاخده حيطان وانتوا تعملوا المرافق والصرف السهل في ناس ما فيش حيطان خالص لسه ولا في اساسات يعني قدامك كمان يعني كام سنه يعني تاني يعني عواميد يعني اه الفيديو ده موجود طب نعرض الفيديو يا جماعه عشان الناس تشوفه. طيب هما هيجهزوا الفيديو هيعرضوه برضو هنرجع نقول ان حضرتكم طلباتكم من المسؤولين حل المشكله دي ورجوع حقوقكم اه طبعا او تسليم كل الشاليهات لان احنا الشاليهات بالمواصفات اللي احنا المتفق عليها لكن حتى في بعض الملاك عرضت عليه ترجع قيمه الشاري قبل تعويم الجنيه والكلام من ده حتى ما رضيش يديهم فلوس كاش، يعني سي انا واخد مثلا شاري 150 او 200 الف المفروض اخده كاش او اخصم 10% عرض عليهم على دفعات بعد تعويم الجنيه، شوف قبل تعويم الجنيه كان كام وده كام. احنا الفيديو دلوقتي بيتعرض معانا على الشاشه ابص حضرتك انا الفيلا دي اللي هي الشباك الازرق اه اللي على الشمال طبعا المبنى فوق لسه ما خلصش بص حضرتك المباني مش متقفله طوب حتى ايوه قدامها ما فيش لا حمامات سباحه ولا اندسكيب ولا اي حاجه لسه يعني مرحله المباني في ناس لسه هي ما اتعملهاش طوب خالص في ناس لسه ما اتعملهاش اسقف طب اهو لسه ما كملتش الادوار اصلا طب انتوا ليه ما اتجمعتوش كمجموعه؟ جمعنا اتجمعتوا يا فندم الشكوى دي مجمعه يعني انتوا اصل انا مش شايفه فيها الا يمكن اثنين او لا كل دول اه بص يا فندم في شاليهات الدور اول بص الدور اول يعني دور اول لسه الثاني والثالث ما عملش اي حاجه ولا ابواب ولا شبابيك ولا بص أي حضرتك اي حد يعمل له مشكله يحاول يقفل له الشاليه اي حاجه ويروح يوصل له صرف صحه على على ترانش جوه في الجبل وياخد له وصله ميه من الشاليهات اللي قدامه دي بس ده واضح ان مفيش حد سكن اصلا وعفوا الفي على يمينك في الفي على يمينك المفروض الفي تسلم ما بينا المرافق بتاعت اللاندسكيب موجوده لا اللاندسكيب مش موجوده يعني بيبقى قاعد الفي بجهه ما انت بتبص على انشاءات وبتستعين عمال بص حضرتك لسه كده دول هيسلموا امتى ويجوا امتى تيجي تقول له طب فين الصرف الصحي يقول لك لا معيش فلوس يا دي العماره تقريبا المستلمه دي رقم واحد ده المستلمه ده المستلمه بتاع مسلمين على ترانش في القلب الجبل ترانش بقى ما وصلش الصرف الصحي لاي ايوه هي حتى باينه من بره ان هي مش فين بقى اللاندسكيب وفين الحمام السباحه اللي المفروض قدام الشاليهات وفين الجناين وفين فين الكلام طبعا مش وبعدين عشان تسكني في حته زي دي لا فيها بقى امن ولا فيها كهرباء ولا فيها اضاءه يعني حتى اللي لو حد استلم مش هيعرف يعيش فيها اكيد لا فيها ميه ولا فيها نور ولا فيها صرف صحي ازاي يعيش طيب احنا معانا برضو احد الضحايا دكتور احمد رمضان الو الو دكتور احمد الو تقريبا الاتصال اتقطع الو الو اوكي احنا دلوقتي عايزين نقول فين حقوق ملاك صغار المستثمرين؟ انا بستثمر
ليا ولاولادي. أيوة. الشاليه او الفيلا اللي باخدها ده استثمار ليا. هو هنا السؤال، مين اللي يقدر يحمي بس الاستثمارات فين هم دي؟ اصل الزنك ان عندنا في بعض الملاك ماتوا، يعني في عندنا بعض الملاك يعني ماتوا، حتى انا كنت ماسك مع جروب مع دكتور ريب الموقع كله اتفق مع الشركه. طب طوصل. ناخد دكتور احمد رمضان معاك يا هاني. الو مساء النور يا فندم، اتفضل حضرتك. ايوه دلوقتي احنا شارين 2014 وحقين استلم 2016 ودافع فوق 90% من قيمه الشارين، وعملنا تكاوي لحمايه المستهلك لمجلس الوزراء رئاسه الجمهوريه محاضر في اسم مدينه نصر الاول نو ريسبونس، مفيش استجابه. احنا عايزين نستلم زي ما اتفقنا معاك شاليهات للمعيشه الادميه. صح، اتفضل حضرتك كمل. سامعك معاك يا فندم. فدلوقتي بيقول لك تستلم الشاليه والادوار اللي تحتك لسه ما اتعملتش. طب معلش بس انا عايز اسال حضرتك سؤال برضو، هل حضرتك برضو عرفت الشركه عن طريق التواصل الاجتماعي الفيسبوك او يا هند؟ معرفته عن اعلانات اعلانات الجرايد يا هند. اعلانات الجرايد. اعلانات الجرايد. اه تمام، اتفضل حضرتك كمل. وبعد كده اما رحنا اتكلمت مع الشركه بيقول لك تعالى اتفاوض معاك عشان الشركه ما عندهاش فلوس تدفع. طب انا مطالب ان انا ادفع للشركه. انت حضرتك المفروض كنت تستلم سنه كام؟ 2008 2016 يا فندم. 8 2016 شهر 8 2016 ودافع لغايه 1/6/2020. طب حضرتك برضو قدمت بلاغات او عملت محاضر او اي حاجه؟ انا عملت محاضر في اسم مدينه نصر الاول وهعمل بلاغ للنائب العام، عملنا شكوى لحمايه المستهلك، مجلس الوزراء، رئاسه الجمهوريه، هيئه تنميه السياحه. هو ما فيش اي حاجه او اي رد؟ والصحافه طبعا في استاذ صلاح حامد في جريده الجمهوريه نزل الاربع اللي قبل اللي فات مقاله بخصوص الموضوع ده. اللي يعني حضرتك فمش عارف يعني نعمل ايه طبعا عشان ناخد حقنا يعني. طب نشكر حضرتك، نورتنا يا فندم. واضح ان يعني مش عارفه اقول ايه، بس احنا دلوقتي بنناشد من خلال البرنامج ده ان احنا نعرف مين اللي يجيب حق الناس دي، مين اللي يقول للشركه دي اقفي عند حدك او سلمي الملاك. طيب انا بس عايزه اقول لكم ان في حد كلمنا من رئيس استاذ احمد سمير رئيس حمايه المستهلك وهيتواصل معانا بعد الحلقه ان شاء الله. تمام، احنا هنا حضرتك رقم الشكوى بتاعت حمايه المستهلك. رقم الشكوى شكوتين دول ده فين الرقم؟ ده الاستلام. ايوه ايوه تمام. استاذني في حاجه بس، ان بعض الملاك انا عن نفسي انا داخل على الستين، انا عن نفسي يعني عايز اتمتع بالشاليه بتاعي. بعض الملاك بيقول لك لا، ما كل احترام، في بعض الملاك عندنا بيقول لك يا ترى هنتمتع يعني هنشوف ان احنا استلمنا الشاليهات ولا الورثه هم اللي هيستعملوا. دي وصلت عندنا معظم الناس، وصل الشركه وصلنا مرحله ياس اللي انتم يعني انتم احنا مش هنتفرج على الشاليهات خلاص، اللي هيستلموا الورثه بتاعكم. وناس كتير جدا على الموقع يعني وصل، وفي ناس حتى بيقول لك في جار يعني الله يرحمه مات، ولاده عايزين يشوفوا الشاليهات، وزوجته كلمتني كذا مره يعني. أيوة. حتى زوجته حتى ما كملش عندها يعني، ما واحد يموت وما استلمش حقه، ده اعمار بيد الله. بس طبعًا. حقه ياخده طبعا طبعا. احنا نروح لمين يا استاذ؟ عايزين نقول احنا ما ده اللي احنا برضو بنقوله من خلال البرنامج، نروح لمين يعني؟ اما تكون يعني الهيئه التنميه السياحيه الجهه الاونر اللي بتدي التصريح بالبنى وبتدي له الارض، بتقول لك انا ماليش دعوه، اروح لمين؟ وبرضه حضرتك حمايه المستهلك المفروض يرد علينا 21 او 22، ده مهله للشركه. هو عملنا شكوى للسيد وزير الداخليه وتحولت لاسم مدينه نصر، وتقريبا هيبعتوا له او حاجه يعني بيحققوا في القصه برضه. يعني للسيد المستشار يعني بعتنا شكاوى يعني برضو الدنيا بتمشي هي بطيئه، بس عمالين نبعت في شكاوى ومش بايدينا حاجه. مفيش اي تفاعل خالص، مفيش بايدينا حاجه. حتى الشركه ما حاولش تتصل بينا او تقعد تقول تعالى استلموا. طب نستلم نستلم يعني استلم وهم يعني عفوا يعني. طيب المنظر ده حضرتك حد يستلم فيه؟ ولا حد في قطاع السياحه تواصلتوا معاه؟ لا ما هو يعني كوزاره السياحه احنا بعتنا لها شكوى، يعني انا بعت لها شكوى في لوزير السياحه، قالوا لي ان هيئه التنميه السياحيه تتبعه.
واخده بال حضرتك؟ وحصل ايه فيها الشكوى؟ ولا اي حاجه لسه، ما ايوه. فبرضه نفس القصه. ما طيب ناخد كمان احد المتضررين، استاذه سوزان فضل. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازاي حضرتك؟ لو سمعت اتفضلي. انا استلمت انا في وندرلاند 2010 تمام، بس لحد دلوقتي لا فيها مرافق ولا فيها، استلمت عدادات كهرباء ولا كهرباء ولا ميه ولا لاين سكيب اشتغل ولا تسخين سفلتة ولا في اي. امال حضرتك استلمت ايه؟ موجوده في القريه. حضرتك استلمت ازاي؟ في قطع ميه ونور طول الفتره اللي احنا بنروحها، بنلاقي فيها مشاكل في الميه ونور. طيب حضرتك استلمت ازاي لما حضرتك بتقولي ما فيش الكلام ده، ازاي استلمتي؟ احنا استلمنا في 2010. 2010 القريه هتبدا ان هم يشتغلوا. انت حضرتك برضو في الكي؟ لا انا في السي. في السي يعني حتى السي فيها مشاكل. يعني كل يعني تقريبا كل المراحل، كل المراحل فيها، كل القريه فيها استثناء لحد ما سلموهاش لحد دلوقتي، لدرجه ان هم مش راضيين، خدوا فلوس العدادات بتاعتنا مش راضيين يركبوها. الميه والكهرباء ما بتوصلش، بتقطع على طول. طب نشكرك يا فندم، نشكرك. طيب انا عايز رساله اخيره من حضرتك، ورساله اخيره من حضرتك، وانك انت تدي نصيحه للمشاهد اللي بيشوفنا دلوقتي، انه اكيد ما غلطش غلطتك. طب في نقطه حضرتك، القريه والكهرباء قعدت عن مقطوعه عن الميه، عن الكهرباء والميه اتقطعت عن الكهرباء اكتر من 40 يوم. تخيل القريه الصحيه دول مسلمين من 2010 اصبحت ما حدش بيروح القريه. العمال كانوا شغالين على بيطري وشغالين على يعني فوق ال 40 يوم ما فيش ميه ولا كهرباء. تمام. عشان رسالتك ايه حضرتك في الاخر؟ عشان احنا خلاص كده تقريبا وقت الحلقه. رسالت ان انا عايز استلم قبل ما اموت. يعني دي بقى خلاص. لا دي وصل. مش انا اللي بتكلم ده، على بال الناس كلها وصلت عندنا يعني احياء. طبعا يعني ما فيش لاند سكيب، فيش استلام. انا مش 2020 استلم بالمنظر ده. حضرتك احنا عايزين نقول للناس كلها ان هي لما تيجي تخش على القرى السياحيه دي لازم تستلم الاول قبل ما تدفع. يعني ما فيش حاجه اسمها اقساط، لان ما فيش زي ما انت شايف حضرتك كده، احنا وقعنا في قصه الاقساط دي والموضوع مش محترم يعني. بس كده. وفي اخر الحلقه برضو هرجع واقول حق الرد مكفول للشركه، والكلام ده على مسؤوليه المتضررين، واحنا في انتظار حل المشكله دي، واتمنى ان احنا نكون صوتكم ونقدر نحل مشاكل كل الناس. وشكرا.